بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل بقى مع بعض آخر حاجة معانا في الجزء بتاعنا، يعني اللي هي الـ occurrence and extraction of transition metals. occurrence and extraction of transition metals هي تواجد وطرق الاستخلاص للـ transition metals. الـ transition metals موجودة في صورة ores أو minerals. الـ minerals حاجات صورة فردية، هي naturally occurring substance which have uniform composition. الأورز هي المينرالز from which a metal can be profitably extracted، ودي بتكون طرق اقتصادية، يعني زي بتستخلص المتالز من الخامات الأصلية الأساسية بتاعتها بكميات كبيرة وبتكلفة أقل. Most of transition metals occurs as oxides، ومعظم المتالز بتكون موجودة في صورة أوكسايد عموما، يعني transition metals من ضمن المتالز يعني. Because oxygen is abundant in nature موجود بصورة كبيرة و very reactive، فبالتالي بسرعة جدا بيتفاعل مع على الأقل السيرفس بتاع الميتال يعني. Also it exists in the form of sulfides، لأن يعني برضو كمية السلفايدز وبرضو الأوكسي سولت زي السيليكيت أو الكربونيت أو الفوسفيت موجودة بصورة كبيرة في الأرض، وبالتالي بترتبط بشكل سريع مع الترانزيشن ميتالز. فالترانزيشن ميتالز ما بتكونش موجودة يعني لوحدها كده، لا بتكون مرتبطة دايما بحاجة تانية زي الأكسجين أو السلفايد أو الأوكسي صولت. ممكن تتواجد لوحدها، لكن نسبة التواجد بتاعتها لوحدها كده بنقاوة وبدرجة عالية بتكون قليلة جدا. الليست بقى رياكتيف ميتالز، هي دي اللي ممكن ألاقيها إيه في الفري ستيت بتاعتها، زي مين؟ زي الجولد، زي السيلفر، زي الكوبر، زي البلاتينوم، زي البليتي. دول مش رياكتيف يعني، الاكسجين والاوكسي سولتس دي والاوكسي اسيد دي رياكتيف، لكن هم نفسهم كميتالز نوبل ميتالز، فبالتالي ممكن نلاقيهم في الطبيعه في صوره الفري ستيت. كوبر وسيلفر ار اولسو فاوند ان ذا فورم اوف سلفايد اند اوكسايد اورز احيانا. تمام، ايه هي الاورز بقى بتاعه الترانزيشن اليمنتس؟ المفروض نكون عارفينها يعني. الاسكانديوم، التيتانيوم، الكروميوم، الكوبر، الايرن، المنجنيز، المولبيجيوم، الكوبالت، اللانثانم، كل دي حاجات بتكون موجود ليها اكتر يعني، يا اما نوع من الخامات واحد يا اما اكتر من نوع. زي مثلا الاسكانديوم موجود في صوره اور اسمه سورفيتايت. السورفيتايت دوت عباره عن اسكانديوم سيليكيت أو سكانديوم Si2O7. التيتانيوم موجود في أكتر من صورة، اللي هو الإليمينايت الحديد مرتبط مع الحديد يعني، يبقى اللي هو ال Fe تيتانيوم تراي أوكسيد. الروتايل اللي هو تيتانيوم أوكسيد، وتيتانيوم أوكسيد له أكتر من صورة، الروتايل دي واحدة منها وهي دي الأكتر تواجدا كخام. الكروميوم موجود في صورة كرومايت، مرتبط بحاجة تانية، كرومايت يعني هو يعتبر ايه؟ شق سالب مع حاجة تانية زي الحديد، فبيبقى موجود في صورة فرك او الكرومايت يعني تعبر عن الايرن مرتبط مع ال Cr2O4. هنا نقدر نحدد الاكسجين ستيت بتاع الكروميوم كام، واي element من العناصر دي يعني ممكن نحدد الاكسجين ستيت بتاعها كام في الصورة دي. الكالكوكايت دوت اللي هو الخام بتاع الكوبر سلفايد. الكالكو بايرايت هو الكوبر سلفايد برضو بس مرتبط مع الحديد، يبقى كوبر ايرن سلفايد، وهنا ممكن اقول ان ده برضو خام للحديد، بس هو الحقيقة هنا نسبة الكوبر بتكون اعلى في الخامات دي، في الخام ده يعني، او استخلاصه بيكون اسهل. الايرن برضو موجود في اكتر من صورة، زي الهيماتايت، زي الماجنيتايت، زي البايرايت، زي السايدرايت. السايدرايت دوت اللي هو الايرن كربونيت، لكن الباقيين كلهم انتوا سمعتوا عنهم قبل كده. المنجنيز هو البايرولوسايد، البايرولوسايد دوت اللي هو المنجنيز اوكسايد. المولبيديوم موجود في صورة مولبيدايت اللي هو مولبيديوم سلفايد. الكوبالت موجود في صورتين، اللي هي ساميلتايت اللي هو الكوبالت ارزينايت، والكوبالتايت اللي هو كوبالت ارزينيك سلفايد. واللانثانم موجود في صورة مونازايت واللي هو اللانثانم فوسفيت. اللانثانم بيكون هنا يعني معظم اللانثانايت بتكون موجودة في صورة فوسفيت، وهنا اللانثانم
فوسفيت. طيب الاكستراكشن بتاعت الاليمنتس، الاكستراكشن للاليمنتس بيسموه ساينس اوف ميتالورجي، نستخلص الميتال من المركبات بتاعته فبنسموه ميتالورجي. Metallurgy is the science and technology of extracting metals from their ore. There are three important steps for the extraction. عندنا ثلاث خطوات أساسية. أول حاجة عشان أعمل extraction بطلع الخام الأول. Mining. Mining اللي هي زي أطلع أو أعمل يعني اللي هو شغل المناجم، يعني إن أنا بطلع الخام من الإيه من الأرض. This step depend on the nature of the ore and may include كذا إيه. هذا طريق open cast mining أو underground mining أو open pit mining أو dredging أو solution mining. أكتر من مثل ال ore concentration. إيه ال ore concentration دي أو ال ore dressing؟ هو حسب تركيزاتها إزاي أتخلص من أو بمعنى أحاول أركزها، يعني أحصل على المادة بتاعتنا pure أو أقلل ال impurities اللي حواليها، فبعمل removal of impurities. في impurities بتكون سطحية وفي impurities بتكون داخلية. impurities السطحية اللي هي ايه؟ soil، sand، stone، silicate وهكذا، حاجات اللي هي الرمل يعني من بره وكده. ده بحاول اعمل فيه ايه؟ concentration للأور، بحاول انضفها واركز ان يكون عندي الخام بكمية كبيرة. البروسيسز دي include physical processing او chemical treatment، ممكن اتعامل معاها physical بطرق فيزيائية او طرق كيميائية أو الاثنين. الـ usually بيكون الـ gravity concentration أو الـ floating أو الـ magnetic separation. لما تكون المواد ليها خواص مغناطيسية فيبقى الـ magnetic separation هتكون أسهل للطول. طيب إزاي بقى الخطوة التانية بعد كده، أو إزاي أستخلص الـ element من الـ ore؟ الخطوة التالتة اللي هي الـ process of extracting metal, purifying it and recycling can be achieved either by extractive metallurgy which divided into pyrometallurgy حراري أو hydrometallurgy أو electrometallurgy. تمام، يبقى أنا عندي إزاي أستخلص الـ element من الخام بتاعته، يبقى عندي فيه تلات إيه؟ تلات طرق اللي هي pyro والhydro والelectro. In many cases metals or proceeded by combination of these techniques. يعني ممكن ما اكتفيش بتكنيك منهم واحد، ممكن اعمل اكتر من تكنيك في نفس ورا بعض يعني عشان احصل على الميتال بصوره نقيه. طب نتعرف على كل تكنيك يعني ايه هو. البايروميتالرجي ده بيكون الاور بتاعنا بيتعامل بمعامله حراريه هاي تمبرشر. بايرو يعني ايه؟ حراره. To convert the ore minerals to metal، فانا بحول الاور اخد منها ايه؟ الميتال. أو intermediate compounds for refining، يبقى باخدها ميتال مباشرة، يا إما هي مرحلة بخفف الشكل بتاع المركب اللي عندي بحيث إن أنا أحصل على الميتال بصورة أبسط وبعد كده أكمل بطريقة أخرى. roasting calcination اللي هو الحرق أو الكالسينيشن اللي هو إخراج كل إيه؟ المية، تكسير يعني تكسير كل العناصر اللي ممكن تكون مرتبطة مع الميتال وممكن تتبخر زي الكربونيت مثلا. لو ميتال كربونيت، انا لو عملت له كالسينيشن ممكن الكربون دايكسيد يطلع، ممكن يفضل عندي الميتال لوحده او الميتال اوكسيد. بعد كده بوصل اوصل الاور بتاعتي او الميتال الى الموست كومن فورم بتاعته. طيب الهايدرو ميتالورجي ايه هي؟ انا كده في الحاله بتاعت البايرو ميتالورجي كل اللي عملته ايه؟ استخدام الحراره، تسخين، حرق، عملية الكالسينيشن، كل ده تأثير برفع مستويات الحرارة إلى إيه؟ درجات مختلفة يعني. طيب الهايدرو ميتالرجي، الهايدرو ميتالرجي is a technology where metals are extracted into aqueous solution. باخدها واسحبها في إيه؟ محاليل هايدرو، محاليل مائية aqueous solution and subsequently recovered by a variety of methods. بعد كده لازم تتبعها طرق تانية. أيوة. الفرق ما بين البايروميتالرجي والهايدروميتالرجي، البايروميتالرجي بحتاج درجات حرارة عالية، الهايدروميتالرجي مش محتاجة درجات حرارة عالية. أنا بوصل في البايروميتالرجي لحد 1500 درجة أو أكتر. في البايروميتالرجي large amount of ores are roasted and reduced at high temperature using
suitable reducing agent. ممكن استخدم كمان reducing agent في حالة الهيدروميتالورجي الأورز تريتد كيميكالي. هنا في خلي بالنا هنا ايه البايرو دي تعتبر فيزيكالي او فيزيكال ميثود، الهيدروميتالورجي هي ايه كيميكال تريتمنت. and the metal is leached by acid او ايه او complexing agent. بحاول ادوبه باستخدام metal او acid او complexing agent. طيب في البايرومتالورجي من عيوبها ان هي consume much energy. الهيدروميتالورجي اخف في الايه في استخدام الطاقه. في البايرومتالورجي emits large amount of dust. انما في حاله الهيدروميتالورجي هي wet method فما فيش dust بتطلع. Sometimes toxic gases are evolved في البايرومتالورجي، لكن الهيدروميتالورجي يعني don't generate gases، او لو حتى في gases بتطلع مثلا بتكون بتدوب في الميه تاني، يعني لو في حتى كربون دكسيد هيطلع على ايه ده في الميه فمش بيطلع evolved بره. Unsuitable for treatment of complex ores. اللي هي مين؟ اللي هي البايرومتالورجي. complex ores هتبقى صعبة جدا لما يكون في أكتر من ميتال يعني أو أكتر من خام مشتركين مع بعض. حالة الهيدروميتالورجي عادي ممكن أستخدم إيه؟ أستخدمها في حالة complex ores لأن أنا هدوب، تمام؟ وبعد ما هدوب هبتدي أدور على طريقة عشان أرسب ده وأسيب ده، أو أرسب يعني أو أرسبهم على طرق يعني متدرجة يعني. البايرومتالورجي from the economic point of view بتبقى كويسة جدا لو أنا هستخدم على large scale. الهيدروميتالورجي غالبا ما بتستخدم في small scale operations هي حاجات يعني العمليات اللي هي صغيرة مش كميات كبيرة جدا يعني. طيب خلينا نتكلم بالتفصيل بقى عن البايرومتالورجي وبعد كده الهيدروميتالورجي. البايرومتالورجي هي involve the use of elevated temperature and change in the chemical composition of the entire body of the ore. نغير شكل الكيميكال كومبوزيشن بتاع الاور كله. البايرومتالورجي includes اكتر من step. ممكن نتكلم على الروستنج. الروستنج دي بالنسبه للاورز لما تكون في صوره سلفايد، فيبقى هنا heating sulfide ores in the presence of air او oxygen يعني to convert them into oxides. تمام. فلو ما خدنا مثال اللي هو الفيروس سلفايد او الايرون سلفايد، في وجود الاكسجين هيتحول الى فيروك اوكسايد مع سلفر دايوكسايد. الخطوه اللي بعد كده او الطريقه الستيب الثانيه اللي هي الاسمالتنج. الاسمالتنج يعني البروسيس اوف اكستراكتنج الميتال فروم اتس فيوزد فورم او فيوزد ستيت اللي هي بنسميها اس ميلتنج او الفيو او الميتال المولتن ستيت. تمام. النقطة الثانية ممكن استخدمها او الكالسينيشن برضو ده استخدام درجة حرارة، سواء الروستنج استخدام درجة حرارة والكالسينيشن استخدام درجة حرارة. الروستنج بستخدمه على السلفايد اورز والكالسينيشن بستخدمها على الكربونيت اورز. in limited supply of air يعني كمية اكسجين محدودة مش كتير بحوله الى ايه الكربونيت، بحولها الى الاكسايد برضو يعني بوصل في النهاية الى الاكسايد. يعني دي يعني نقدر نقول ايه اللي هم الستبس اللي هي بتاعه البايروميتالورجي اللي هي فيها الروستنج السمالتنج والكالسينيشن. كمان في خطوه اللي هي ايه الديستيليشن. طيب ايه هي الديستيليشن بقى؟ It is the process by which the metal or its chemical compounds are evaporated and the vapors بقى بيحصل لها ايه؟ الفيبرز بتاعت الميتال دي او الكومباوندز الموجودة عندنا اللي احنا بخرناها دي بعمل لها condensation في صورة more او less pure state. تمام؟ طيب احنا كده ما حصلناش على الميتال اين، احنا كده حولناه من صورة لصورة حولناه الكومباوند لكن لسه ما حصلناش الميتال نفسه اللي هو الزيرو تشارج بقى. يبقى لازم يعقب ذلك في خطوة اللي هي بتاعت ايه بتاعت الريدكشن، لازم انا هحوله من ميتال سولت عليه ان شارج الى ميتال زيرو شارج. كويس. عموما الاكستراكشن بروسيس اوف اكستراكشن اوف اليمنتس باي البايرومتالورجي ات از بريفرد تو كونفرت ميتال اورز انتو اوكسايد. مفضل جدا نحولها لاوكسايد، وقلنا طريقتين بتوع الاوكسايد تحويل الاوكسايد اللي هي الروستنج والكالسينيشن. الاوكسايدز بقى بتاعت الميتالز دي سو اوبتيند are converted into metals by process of a of reduction. هعمل عملية اختزال. طيب في مشكلة عندنا ممكن تواجهنا انه ممكن by products some by products of the roasting doesn't volatile. احنا عايزين خطوة distillation ببخر وبعدين اكثف، ففي بعض ال by products ما بيحصلهاش ايه تبخير
وبالتالي هتدخل مع الميتال، يعني هتبوظ لي البيوريتي بتاعت الماده. فبنعمل ايه في الحالات اللي زي دي؟ بنضيف حاجه اسمها فلكس. فلكس ده بيمتزج مع او بياخد يعني النون فولاتايل جانج، المجموعه اللي هي ما بيحصل لهاش فولاتيلايزيشن، تو كرييت لو ميلتنج لوس برودكت اللي بنسميه اللي هو سهل لفصله، يعني الويست برودكت ده او الويست ليكويد ده بنسميه سلاج. تمام، السلاج دي او السلاج دي سيباريت فروم ذا مولتنج باي فروم المولتن ميتال باي دنسيتي اعتمادا على الكثافه. نيجي بعد كده لخطوه الريدكشن. الريدكشن هي تحويل الميتال اوكسايد، كويس، الاوكسايد بتاعت الميتال بحولها الى الميتال. الميتال بتاعت الاوكسايد يعني الميتال عليه شحنه انتو ميتال اللي هو زيرو شورت. طيب الهاي تمبتشر كيميكال ريدكشن ميثود، في عندي اكتر من طريقه للريدكشن يعني، فبنستخدم او بنعتمد على طريقه الهاي تمبتشر كيميكال ريدكشن دي باستخدام ايه بقى؟ بنستخدم فيها عناصر هتعمل عمليه الاختزال. طب ايه العناصر اللي ممكن تعمل عمليه الاختزال دي؟ الموست ريدوسينج ايجنت اللي هي الكربون والهيدروجين، تمام، وممكن استخدم حاجه ثانيه اللي بنسميها الرياكتيف ميتالز عند درجات الحراره العاليه زي البوتاسيوم او الصوديوم او المنجنيزيوم او الالومنيوم، كل دي ممكن تعمل ريدكشن للعناصر بتاعتنا دي او الاملاح بتاعتنا لو هي في صوره كلورايد مثلا او اوكسايد برضو. الاكتيف ميتالز او فلورايد يعني اكتر من حاله، البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والالومنيوم بيسموها رياكتيف ميتالز، بتقوم بعمليه الريدكشن للترانزيشن اليمنتس لو هي في الحاله دي. تمام، لو اتكلمنا على الاكستراكشن بتاعت الميتالز بقى فروم اوكسايدز، اول حاجه ريدكشن هنتكلم عنها ريدكشن مع الكربون او باستخدام الكربون، وبعد كده الهيدروجين وهنشوف امثله على ده. طيب الريدكشن باي كربون الاوكسايدز اوف ميتالز ايذر ناتشرالي اوكيرنج، هي موجوده بشكل طبيعي ان هي اوكسايد، او احنا حولناها بطريقه الكالسينيشن او الروستنج الى ايه؟ الى اوكسايد. بعمل لها خلط، بخلطها مع فحم الكوك اللي هو الكربون and heated in suitable furnace. الكربون او الكربون مونوكسيد يعني احنا بيتفاعل الميتال مع الكربون، كويس، بيحصل له ريدكشن وبينتج عندي مع الميتال اوكسايد، يعني ينتج عندي كربون مونوكسيد. حتى الكربون مونوكسيد كمان هو ريدوسينج ايجنت، برضه هيقوم باختزال باقي الاوكسايد الى الفري ميتال. لو خدنا على كده مثال المعادلات يعني او حاجه توضح لي اللي بيحصل بالظبط، فبشوف مثلا دلوقتي انا عندي الكربون اللي هو الحديد مثلا اكسيد الحديد فيريك اوكسايد، في وجود الكربون يتحول الى فيريك او ايرون، سوري ايرون زيرو، يعني هو هنا كان موجب 3 وحصل له ريدكشن بقى زيرو، ففيريك اوكسايد بالكربون تحول الى ايرون زائد كربون مونوكسيد. الكربون مونوكسيد كمان بيشتغل على الفيريك اوكسيد الباقي ويحوله برضو الى ايرون وكربون دايوكسيد. خدنا مثال تاني المنجنيز اوكسيد، المنجنيز هنا التكافؤ بتاعه بوزيتيف 4 فبيتحول الى زيرو. طبعا هنقدر نعمل المعادلات التفصيليه بس احنا مش محتاجينها دلوقتي. فاديني منجنيز زيرو كربون مونوكسيد، وبرضو الكربون مونوكسيد يكمل المهمه، والمنجنيز اوكسيد اللي هو المنجنيز الثلاثي هنا اللي هنا 3 اوكسيد بقى الكربون برضو بيديني المنجنيز الكربون مونو اوكسيد، كويس. طيب الطريقه الثانيه للريدكشن اللي هي باستخدام الهيدروجين، الهيدروجين برضو عامل مختزل قوي يعني. سيرت الميتال اوكسيد كان بي ريديوسد يوزنج ميتال موليكولار هيدروجين اللي هو الاتش 2 because of inflammable nature of hydrogen it is also in very few cases، يعني ما بستخدمهاش بشكل كبير. ليه؟ لانه يعني خطورة غاز الهيدروجين. it is also not so cheap، كمان مش رخيص، or effective as carbon reduction، كمان كفاءته اقل من الكربون، لكن هو في الحقيقة بيطلع لي بدل ما يطلع لي كربون مونوكسيد او كربون دايوكسيد بيطلع لي مية، يعني تمام، فهو له برضو أفضلية في الجزئية دي. مثال على كده اللي هي الكوبلت أوكسيد أو أكاسيد الكوبلت، عندي هنا الكوبلت هو في الحالة أكسدية الرابعة 4 بوزيتيف 4 والكوبلت برضو في الحالة أكسدية بوزيتيف 3، في الحالتين ممكن أعمل لهم ريدكشن بالهيدروجين عشان يديني كربون الكوبلت قصدي زائد المية.
خلي بالنا واحنا بنكتب الكوبالت كابيتال سي سمول او، وخلي بالنا واحنا بنكتب الكربون مونوكسيد كابيتال سي كابيتال او، تمام؟ خلي بالنا قوي في الكتابه بتاعت او التعبير عن العناصر. هنا دول عنصرين كوبالت وكربون واكسجين، وهنا ده عنصر واحد اللي هو كابيتال سي سمول او. ده خلاص ده لما اقراه هقراه كوبالت، ده لما هقراه او لو اتكتب بالطريقه دي هيبقى كربون مونوكسيد. كمان المنجنيز برضو، المنجنيز كابيتال ام سمول ان، ما ينفعش يتكتب سمول ام، ما ينفعش يتكتب كده ام، مش عايز يكتب اصلا، حتى القلم معترض على كتابتها بالطريقه دي. طبعا دي طريقه غلط تماما يعني، ماشي، ما ينفعش. طيب this method is not widely used because many metals react with hydrogen at elevated temperature forming hydride. دي مشكلة بتاعتنا، يبقى احنا عندنا في مشاكل مع الهيدروجين يعني. This is also a risk of explosion from hydrogen or and oxygen present in air. التفاعل بينهم ببعض ممكن يعمل يسبب explosion. يبقى احنا ليه مش بنستخدم الهيدروجين؟ في أسباب، كويس. طب ليه بنستخدم الكربون؟ برضو الأسباب العكسية بقى يعني، خلاص. طب استخدام بقى الأكتيف ميتالز، زي مين الأكتيف ميتالز؟ قلنا زي البوتاسيوم، زي الصوديوم، زي الألمنيوم، ماشي، زي الكالسيوم، زي المغنيسيوم، زي السيليكون، دي بنسميها أكتيف ميتالز، ودي بتشتغل غالبا على الكلورايدز، لكن ممكن كمان تشتغل على الأوكسايد. The process of reduction of metal oxide to metal with the help of aluminium powder is called aluminum thermi, aluminum thermi, أو Goldsmith aluminum thermic process، خلاص، أو thermite process. هنا باستخدام، هنا دي الترمز دي كلها بتقول إن أنا استخدمت الألمنيوم الأكتيف metal aluminium powder to reduce metal oxide into metal. وده المثال اللي عندنا اللي هو الفانيديوم اوكسايد. الفانيديوم هنا في الحالة التأكسدية موجب 5 وبيتحول إلى فانيديوم 0. الكروميوم هنا كان في حالة موجب 3 وبيتحول إلى كروميوم 0. طبعا وزن المعادلة مهم يعني، لأنه بيوضح لي إيه اللي بيحصل بالظبط، كم يعني واحدة من الفانيديوم حصل لها الريدكشن، تمام، وبيوضح عدد الالكترونات المكتسبه والمفقوده، لان دي عمليه اكسده واختزال. الالومنيوم بيقوم بدوره كريديوسينج ايجنت للفانيديوم اوكسيد، ويتحول هو الى ايه؟ الومنيوم اوكسيد، يعني هو بيتاكس بعد ما كان زيرو تشارج، هنا بصوره الومنيوم اصبح بوزيتيف 3 في الحاله بتاعه الايه؟ الاوكسيد. طيب اذا احنا مركزين اكتر في كلامنا على مين؟ على ريدكشن للترانزيشن element. طيب الـ extraction of metals from sulfide، the sulfides are generally roasted. اتفقنا من الأول إن احنا بنعمل لها roasting in air وبحولها إلى carbon أو حولها metal oxide، وبعد كده بعمل لها reduction. usually reduction بيتم مع الكربون زي بالظبط الحالة اللي اتكلمنا عنها عن الأكاسيد، يعني أنا حولتها الأوكسيد وهشتغل عليها الخطوات اللي قلناها. لو خدنا مثال الـ production of copper from its ore، لو خدنا مثال لل production of copper from its ore، هناخد ال ore بتاعة ال copper اللي هي موجودة في صورة copper iron sulfide، وده بيمر عليه الأكسجين يتحول لكوبر سلفايد، كوبر سلفايد، وفير سلفايد، وثاني أكسيد وكبريت اللي هو سلفر دايكسيد. الأيرون سلفايد مع الأكسجين يديني فيروس أكسيد، الفيروس أكسيد مع السيليكون دايكسيد اللي هو السيليكون دايكسيد موجود في الرمل عادة يعني، موجود دايما مع كل الأورز، بيديني الأيرون سيليكيت. الكوبر سلفايد أو كوبرس سلفايد مع الأكسجين بيديني كوبرس أكسيد، وجود مع يتفاعل مع الإكسس من الكوبريك أو كوبرس سلفايد يديني الكوبر زائد إيه؟ السلفر دايكسيد. كل عمليات خطوات فيها أكسدة واختزال وتبادل. الحاجة التانية هنتكلم عنها الـ extraction of metals from chlorides. كده اتكلمنا عن السلفايد، واتكلمنا عن الكربونيت اللي حولناها سواء دي ولا دي حولناها الأكسيد، وكمان اتكلمنا على السلفايد كتعامل برضه باستخدام الأكسجين نفسه.
طيب الميتال لما تكون في صورة ميتال كلورايد هنركز اكتر على التيتانيوم وزيركونيوم using Crawl process. التيتانيوم اوكسايد مع الكلورايد مع في وجود الكربون بيديني تيتانيوم كلورايد. تيتانيوم اوكسايد مع الكلورايد في وجود الكربون ممكن كمان يديني يعني يخرج كربون دايكسايد او كربون مونوكسايد. كويس. في الحالتين هو ما حصلش تغيير في الحاله التاكسديه بتاعه التيتانيوم، هو كان هنا موجب 4 وهنا برضو ايه موجب 4. طيب التيتانيوم كلورايد بعد ما حولنا التيتانيوم اوكسيد الى تيتانيوم كلورايد فبفعله مع المغنيسيوم اللي هو هنا بيعمل له عمليه الريدكشن، يبقى هنا ما كانش في اي تغيير في الحاله التاكسديه، يعني هنا نو اوكسيديشن نو ريدكشن، هنا نو اوكسيديشن نو ريدكشن، لكن هنا في عمليه ايه ريدكشن باستخدام الاكتيف ميتال اللي هو المغنيسيوم. فالمغنيسيوم بيعمل تحول التيتانيوم من الحاله الرباعيه موجب 4 الى الحاله 0 وهو بيتحول الى الحاله الثنائيه. الطريقه دي اللي بنسميها ايه؟ بنسميها كرول بروسيس. خلاص. طيب this method is expensive due to that argon has to be used. لازم اشتغل كل الكلام ده في جو من الارجون، في وجود غاز الارجون، غاز انورت جاز يعني. to be used to protect the titanium from forming interstitial compounds with atmospheric nitrogen او ايه او اكسجين. احنا فاكرين يعني اتكلمنا عن interstitial compounds قبل كده وقلنا ان هي بتتكون لما بيكون في اتومز صغيره زي النيتروجين زي الاكسجين زي الهيدروجين زي الكربون ممكن تدخل في المسافات البينيه بتاعه الايه السبيشيز بتاعه الميتال التجمعات الاتومز بتاعه الميتال عشان تكون كريستال، فهتكون لي تشوه او هتعمل ديستورشن لشكل الكريستال بدخولها في المسافات البينيه، هتأثر على البيوريتي طبعا بتاعتها نقطة، وهتأثر على الكفاءة بتاعتها واستخداماتها. الحاجة التانية في الاكستراكشن اللي هي اللو تمبتشر ميتال اكستراكشن، يعني كنا اتكلمنا عن البايرو ميتالرجي اللي هي كانت هاي تمبتشر ميتال اكستراكشن، دلوقتي هنتكلم على اللو تمبتشر ميتال اكستراكشن اللي بيسموها هايدرو ميتالرجي. In this process the ores It has to be leached by aqueous solution in the form of one of its soluble salts. فلازم احاول ادوبها، يعني الغرض هنا ان انا اخد الاور بتاعتنا دي وادوبها في صوره من احد صور الاملاح بتاعتها. Dissolving the metal salt in aqueous solutions of acids or alkalis and subsequent precipitation. احنا بنعمل الاذابه ديت يا اما في حمض يا اما في قاعده وبعد كده بحصل على الماده بتاعتنا دايبه وبعد كده ارجع اعمل لها precipitation. The basic process of hydrothermally or hydrometallurgy or the leaching, the عملية الإذابة دي, thickening will precipitation. طيب لو خدنا مثال هناخد الكوبر سلفايد اور هندوبها في سلفوريك أسيد، في وجود الأكسجين هتديني كوبر سلفيت مع ال H2S جاز طبعا. طيب السيلفر بورد اورز ممكن أدوبها بس باستخدام صوديوم سيانايد، في وجود الأكسجين هيديني silver cyanide complex. طيب وده بيكون دايب يعني. preparation of pure and ultra pure transition metals. عملية ال purification ديت بتبقى يعني various method، في أكتر من طريقة لعملية ال purification. metal so obtained is refined using various methods. various refining process are used depending on the chemical nature of the metal and its and the impurities. The most important method used for the removal of impurities are أول حاجة oxidative refining, electrolytic refining, vapor phase refining. لو اتكلمنا أول حاجة على oxidative refining يبقى هناخد مثال بتاعنا اللي هو iron oxide أو الفيريك oxide. ده احنا قلنا ان بنعمله ريدكشن بالكربون، طلع لي كربون مونوكسيد حوله بعد كده الى الايرون. Much of the impurities is removed as slug but the product still contain برضه هيبقى معايا سيليكون منجنيز فوسفورس اند كربون. Using limited amount of oxygen to oxidize these impurities is necessary. لازم احاول اخلص من الحاجات دي في تحويلها الى اكاسيد. Phosphorus is removed by adding basic
compound to produce basic slag. Electrolytic refining طبعا طريقة مستخدمة شائعة يعني لنقية العناصر الميتالز وبتوصلني لدرجة نقاوة عالية جدا يعني اللي هي الالكترو ديبوزيشن. فالالكترو ديبوزيشن of pure metal from aqueous solution is important by refining a number of metals زي مين؟ زي الكروميوم، زي الكوبر، زي النيكل، زي الزنك والسيلفر. لو خدنا مثال مثلا على الكوبر فبلاقي ان انا بحصل على 99.8 في البيوريتي لو انا استخدمت ايه طريقه الالكترون الكترولايتيك ريفايننج. طب الطريقه الثالثه اللي هي الفيبر فيز ريفايننج زي ايه؟ بناخد عليها مثال اللي هو النيكل او الحصول على النيكل كمثال يعني من الطريقه اللي هي بيسموها موند او كاربونايل بروسيس. الماسود دي بيحصل فيها ايه؟ الامبيور نيكل obtained by carbon reduction من النيكل اوكسايد is treated with carbon monoxide CO عند 50 درجة مئوية، والناتج اللي عندي بعالجه بعد كده وبكسره احاول احصل منه على الميتال عند 180 درجة مئوية. اللي بيحصل النيكل مع الكربون مونوكسيد بيديني نيكل كربونيل ده organo metallic compound يعني، وبيحصل بعد كده ان انا ده عند 50 درجة عند 180 درجة احصل على يطلع يعني اكسره ويحصل على الكربون مونوكسيد لوحده والنيكل في الصورة النقية. لو خدنا مثال تاني التيتانيوم ممكن بالتفاعل التيتانيوم مع الايودين فهيحصل يتكون عندي تيتانيوم ايودايد، وبعدين التيتانيوم ايودايد برضو لو رفعت درجة حرارته عند 1400 درجة مئوية هتبخر الايودين او هفصل الايودين واحصل على التيتانيوم في صورة نقية. الثيرمال ديكومبوزيشن بتاعت الايرون برضو كربونيل بروديوس برضو الايرون نفس الفكرة بتاعت مين؟ بتاعت النيكل. لو كلمنا بقى دلوقتي على الاكستراكشن او السيبريشن بتاعت الاكستراكشن والسيبريشن بتاعت اللانسانايد اليمنتس نقدر نقول انه زي ترانزيشن اليمنتس بالظبط او ترانزيشن ميتالز. The ore is first crushed بكسرها بعد كده بركزها concentrated and the extracted using gravity, magnetic and electrostatic separation. يبقى عندي الطرق بتاعتنا gravity او magnetic او electrostatic separation. ده خدنا مثال عليها مثلا اللي هو extraction of lanthanides from monazite. المونازايت دوت مونازايت ساند ده محتوي على several lanthanide elements يعني mainly السيريوم، فانا هحصل على السيريوم موجود معايا كمان اللانثانم والنوبتينيوم والثوريوم as فوسفيت. ممكن اعمل الكلام ده by two methods اللي هي الاسيد كراكينج المونازايت مع السلفوريك اسيد 98% ببتدي اعمل لهم يعني خلط مع بعض لمده لعدد من الساعات يعني عند درجه حراره من 120 ل 150 درجه مئويه بيطلع عندي عجينه كده او مد طمي يعني لونه جراي. ده بعالجه بعد كده بالميه ماشي فاحصل على جزء دايب وجزء مترسب يعني. الريزيديو عندي بيكون الساند السيليكون دايكسايد تيتانيوم اوكسايد زيركونيوم سيليكيت وهكذا يعني حاجات متعدده. وبعدين باخد السوليوشن ده يبقى انا خدت هنا في عندي ريزيديو خلاص وعندي ايه سوليوشن غسلتها بالميه. فالسوليوشن فيه برضو هعمل له شويه معالجات يعني وبعدين احصل على السوريوم ده برضو في المد. انا برصبت كده كاني رصبته وحصلت على السوليوشن اللي هو محتوي على ايه اللانثانم في الصوره الثلاثيه. طيب لانسانايد يعني الالكالين ده كان الاسيد كراكنج. الالكالين كراكنج ده عباره عن ايه برضو؟ هو برضو باخد نفس الخام نفس الاور المونازايت ساند وبحط عليه المره دي صوديوم هيدروكسيد. اللي فاتت كان سلفوريك المره دي صوديوم هيدروكسيد عند 140 درجه مئويه برضو هحصل على المض. بخلطهم مع بعض لعده ساعات وهحصل على المض. بعد كده المض دوت بعمل له دايزيشن مع الووتر وببرد وبسخن يعني هو كان 140 درجة فبنزله عند 100 درجة أحصل على الريزيديو وأحصل على الفلتريت. الريزيديو ده عبارة عن هيدروكسايد بتاعت اللانسانايد زي السوريوم والتيتانيوم زي السوريوم أوكسايد ومعاهم التيتانيوم أوكسايد ومعاهم الزيركونيوم سيليكيت وهكذا نفس الكلام. ده هعمل له معالجة بالـ HCl وسخن هحصل على الريزيديو محتوي على التيتانيوم أوكسايد وزيركونيوم
سيليكيت، والفلتريت هو اللي هيكون حاصل موجود فيه الايه الثوريوم اللي هو اللانسنايد بتاعنا اللي هو الثوريوم الرباعي ثلاثي او رباعي، تمام. وبعد كده ده بعمل له ايه، بعمل بحاول افصل الثوريوم الرباعي، وبعمل بعد كده سيباريشن للانديفيدوال لانسنايد باي ديفرنت فيزيكال ميثود. كويس، الفلتريت طبعا بيكون فيه الهيدروكسيد والفوسفيت والسيليكيت، واحنا كنا عايزين اصلا نخلص منهم يعني. يعني هنا التعامل بيكون مع مين؟ مع الريزيديو. كنا في الطريقه بتاعت الاسيتك كراكنج كنا بنتعامل مع الفلتريت، هنا بنتعامل مع الريزيديو اللي موجود عندي. طيب الميثودز يوزد فور سيباريشن اوف لانسنايد اليمنتس دي سيميلاريتي، بنكمل يعني دي سيميلاريتي ان ايونيك radius between adjacent lanthanide elements make it difficult to separate them from each other. حصلت على مجموعة من lanthanide elements وعايز افصلهم بقى عن بعض واخد كل واحد على حد. الصعوبة بتيجي منين؟ من ان هم متشابهين في السايز بتاعهم، واحنا فهمنا ليه متشابهين في السايز بتاعهم قبل كده، ونفتكر مع بعض فوكابلري او يعني ترم كده كان اسمه ايه؟ lanthanide contraction. طيب ده بيخلي فيه صعوبة ان انا افصلهم عن بعض. طيب the methods of separation of lanthanide are broadly classified into two classes بشكل عام. في ال old classical methods ودول عبارة عن ايه؟ fractional crystallization, fractional precipitation, fractional thermal decomposition of oxy salts و ال change of oxidation state. ألعب في عملية الأكسدة، الحالة التأكسدية بتاعتهم، أغير بالأكسدة والاختزال. طيب المودرن ميثود الكاتيجوري الثاني اللي هو عباره عن ايه؟ الايون اكستشينج، السولفنت او ليكويد ليكويد اكستراكشن، ده كورس حيل بتاخدوه اللي هو الكروماتوجرافي، بيبر كروماتوجرافي، جاز كروماتوجرافي، او بيدخل تقريبا في كورس ثاني اللي هو التحليل الين، مش عارف بتاخدوه فين بس بتاخدوه. ثين لاير كروماتوجرافي والكومبلكس فورميشن، الكومبلكس فورميشن دي قصتنا الترم ده كله يعني. طيب السولفنت او ليكويد ليكويد اكستراكشن ميثود، الميثود دي based on the different insolubility of lanthanide salts in water and immiscible organic solvent. عادة في الاكستراكشن ميثود اللي هو الليكويد ليكويد اكستراكشن بيبقى عندي two solvents وبيكونوا الاثنين immiscible مع بعض. المادة بتاعتنا اللي انا عايزة افصلها تروح يا اما في البولر يا اما في النون بولر solvent على حسب الحالة التأكسدية بتاعتها او حالتها يعني. فلو هي ايونيك هتروح في البولر سولفنت، لو هي زيرو تشارج او نون ايونيك يعني يبقى هتروح في الجزء اللي هو الاورجانيك سولفنت، وبالتالي اقدر افصلهم عن بعض. In this process the aqueous solution of lanthanide salts passes through the organic solution in which lanthanide extract from water. فانا بسحب اللانثانايد من الميه بسحبها الى الجزء الايه الاورجانيك. طيب the most widely used extracting solvent مين بقى اكتر حاجه بستخدمها؟ اللي هو تراي ان بيوتايل فوسفيد اللي هو تي بي بي in an inert medium like كيروسين او الزيلين to extract the lanthanide from nitric acid solution. بقى اللانثانايد ذوبناها في نيتريك اسيد فالمحلول بتاعنا اصبح نيتريت، واللانثانايد بتكون في الحاله دي ثلاثيه يبقى لانثانايد ايه؟ نيتريت. التراي ان بيوتايل فوسفيت بيكون كومبلكس مع اللانثانايد الثلاثي ده ويخليه الى يحوله الى ايه في وجود النيتريت يعني، ويحوله الى الحاله اللي هي زيرو تشارج، ولما يبقى زيرو تشارج يبقى هيروح فين؟ هيروح في الاورجانيك لاير مش هيفضل في الايكوس لاير. زي ما احنا شايفين كده في المعادله اللانثانم ايا كان اللانثانايد اللي عندنا في صوره نيتريت، فهو في عندي اللانثانم وعندي اللانثانايد والنيتريت ايون، وهدخل عليهم التراي ان بيوتايل فوسفيت ده اصلا موجود في الاورجانيك لاير. كويس، اللانثانايد هنا ثلاثي يعني ده في الايكوس لاير، هو في الحاله دي بيكون في الايكوس لاير، لكن لما يرتبط مع التراي ان بيوتايل فوسفيت هيتحول الى كومبلكس والتشارج بتاعته زيرو، فبالتالي هيروح الى الاورجانيك او النون بولر سولفنت اللي هو immiscible مع الميه. Where organic دي represent organic phase، كلمة organic يعني. الحالة التانية أو الطريقة التانية اللي هي الأيون اكستشينج اكستراكشن، طيب برضه الأيون اكستشينج اكستراكشن ديت هيدخل اللانثانايد هيحل محل البروتون في الريزن، يبقى أنا عندي ريزن. كويس، الريزن ده فيه فانكشن جروب ممكن تكون
SO3H هي هيدروجين، ممكن تكون كربوكسيليك جروب برضو اللي هي فيها البروتون. يعني البروتون ده ريبليس بالايه؟ بالكاتاين اللي عندنا، بقدر اعمل له ريبليسمنت، عشان كده بنقول هي ايون اكستشينج. خلاص الايون بيحل محل ايه؟ محل البروتون لما يكون الايون موجب الشحنه. يعني يبقى الايكو سوليوشن containing a mixture of trivalent positive lanthanide ions اللي هي بنديها الرمز Ln plus 3 is allowed to pass through a column. يبقى انا عندي في كولوم محتوي على الريزن ده اللي هو فيه مجموعة ال SO3 H plus، يقوم الشحنة الثلاثية دي تحل تطرد البروتون هنا وتحل ايه محلها، فيبقى البروتونات طلعت بره ويبقى الريزن هو اللي يحمل اللانثانايد ايه او الكاتاين اللي عندي. طيب يبقى اللانثانايد ايون ريبليس البروتونز بتاعة ال SO3H او ال COOH جروب of the resin to get and get fixed on the resin. يبقى انا فصلته ودخلته مسكته على الريزن. طب وبعد كده افصله ازاي؟ عادي بدخل عليه اسيد يروح عامل شايل شايله ودخل هو ايه محله. يعني بس انا كده خدت من المخلوط اللي عندي سحبت كل الحاجات اللي شحنتها موجبه ومسكتها خليتها مسكت على الريزن. اللانثانايد نقدر نلخصها في المعادله، يعني اللانثانايد مع الريزن اللي هو محتوي على البروتون يدخل البروتونز مكان الريزن يدخل او اللانثانايد يدخل مكان البروتونز كويس وتتحرر البروتونات بره. In order to remove the lanthanide اللي هو fixed على solid resin ده، يبقى الكولوم بعد كده بعمل له غسيل أو بمرر عليه complexing agent ممكن in aqueous solution like the buffer solution، يخلي buffer solution في الوسط بتاعنا اللي هو pH من 4 إلى 7 يعني acid كويس، فيبتدي يحل محل مين؟ محل اللانثانايد ويخرج اللانثانايد فري. طيب الحالة دي أنا لو استخدمت أنا اللي هو الأمونيوم سيتريت أو سيتريك أسيد فهلاقي اللانثانايد خرج بس بصورة إيه؟ لانثانايد سيتريت كومبلكس. By using the method دي الطريقة دي بحصل على 99% درجة نقاوة للرير إيرث إلمنتس. How can you obtain the lanthanide metal from its salt؟ زي لو أنا عندي الملح بتاع اللانثانايد أحصل عليه اللانثانايد نفسه إزاي؟ ممكن اعمل ريدكشن برضو اهو كده كده هو مادام هو في الحاله المرتبط بحاجه تانية مالح يعني صوت يبقى هو اكيد عنده اوكسيديشن ستيت غير زيرو تمام. فانا هعمل ايه؟ عايز احوله للانسانايد او عايز احوله للصوره اللي هي الاوكسيديشن ستيت بتاعها بزيرو، يبقى لازم استخدم ريدوسينج ايجنت. فممكن نستخدم الصوديوم acting as reducing agent ياخد الكلورايد لانسانم كلورايد مع الصوديوم يديني لانسانم مع ايه؟ مع صوديوم كلورايد او اللانثانايد. ممكن برضو اعمل ريدكشن للفلورايد لو الملح بتاعي فلورايد، يبقى انا كان عندي هنا مثال على الكلورايد ومثال على الفلورايد برضو صوديوم او ايه؟ مغنيسيوم اللي هي ريدوسينج ميتالز يعني. ممكن اعمل الكتروليسيس للفيوزد كلورايد، والالكتروليسيس على طول فكره تيجي في بالنا لو انا عايز احصل على حاجه ايه بدرجه حراره بدرجه نقاوه عاليه. ده كده نهاية البارت الأولاني، وهشوفكم بعد كده في محاضرات الجزء بتاع محاضرة واحدة بس على الماجنتيك بروبرتيز للكومبلكسز إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم.